لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرفتي رقة فيا مسكين والله العظيم، 6 سنين 6 سنين اختي راه بزاف، ومرتو مسكينة قال لك حاملة 6 سنين كلها مالكم. ورا فعلا كيقول لك كيدار الدم يستاهل العقوبة، ولكن راه ملي كتسمعي شي واحد كتسمعي شي واحد غادي يحبس بحال هكا راك ماشي غير كيبقى فيك، لا راه بقى فيا والله الا مسكين. من البارح حنايا كلبك لداخل المعدة ديالك مشدودة من الداخل، الله ياخذ الحق قفية والله العظيم. كما تنقول إن لله وإنا إليه راجعون، لأي مصيبة تصيب أي إنسان سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مؤامرة من الناس، لأن حتى أنا دست من مؤامرة، حتى أنا دست بحكم كان غلط، الحمد لله الله فرجها والله يفرج عليه. سعد مجرد ولد بلادنا، أخونا الوحيد اللي قدر يوصل الأغنية المغربية للعالمية، أكيد ما غاديش يخليوها فيه. الله يفكر به، أتمنى أن الحكم مثل ما في أحكام، سولوا المجرب ما تسولوش الطبيب، في أحكام تدفع عليها الفلوس ولا ربا ضرة النافعة، ما تعرفوش بعدين شنو غادي. سعد المجرد حكموا عليه ولاد الحرام، ورا ولاد الحرام دوك الفرنساويين راه تيبقاو يدورو يدورو لك تيلصقو لك مونتيف، هما ملصقين المونتيف وناضت بنك الحرام طالعه معاش طالعه معاها تديريها بنك الحرام شي بعدا كي دايره اختي كذوب عين باين ويخشو لصقات وشوفي اختي راه بغات تشهر باينه بغات تشهر وانا ما كوني كنت بعدا شي بومبا نقولو احو بردات تفو ولاد الحرام ما عرفت منين جابو هادي وشوفي اختي جاو بروصي هي دايره بعدا اصلا كي البروصي لصقو في السيد بروصي ما شاف باقي ما شاف ما تشوف ولصقوا في ديك من الحرام الناس اللي كانوا معايا في الدوسي وما كنطلبش ليهم الحبس رغم انه اي واحد كيقول لي لا وكنكون جالسه في جماعه ونقول لهم نو ما يمكنش تطلبي الحبس لشي حد ما يمكنش شي حاجه اللي كتضر بالخاطر شي حاجه اللي كدوزي منها شي حاجه اللي كتضر لي والدي كتهضم لك لاكا غيا غتجي لك كتخلي لك الناس ديما كيبقاو يقولوا لك انت حباس مش دابا جانا ما كيرحمش كتولي اللي درتي تيقول لك انت كنت انت غير حباس انت ما عندكش الحق تهضر انت كذا انت كذا انت كذا بزاف د الحوايج شي حوايج اللي ما يمكنش شي حوايج اللي ما تقدرش ما كتقدرش ما نقدرش نوصفهم لكم لان انا كنعيشهم اليوم والبارح وغدا وباي حاجه كتهضر على شي تيقولوا لك اقل حاجه اسكت انت اصلا ما عندكش الحق باش تهضر باسكو انت فريمون حباس وي هادشي ما غاديش يفهموه كلشي الناس هادشي ما غاديش يفهموه غادي يفهموه غير شي واحد اللي مدوز واللي عارف اللي قرب المجتمع المجتمع ديالنا اللي ما كيرحمش ربي كيرحم بالمجتمع ما كيرحمش حنا باقي كنهضروا عليه باقي ما كنهضروا عليه انا حتى التصوير الناس كتقول لك انت كتشجعي واحد دين انا شنو في باص شنو دار واشنو انا ماشي ربي باش نحكم على الناس انا بيرسون جو سوي با لا بوزيسيون انني نحكم انا على الناس نهائيا انا ماشي انا ديجا سا موندا كي ترو سونسيبل بالنسبه ليا انا لانه كيما كدير مع بنادم لا موندغ دي شوز كيكتبوا لك سير على حباس سواء وما تفهمتيش معاه غير على غير على اي حاجه كيقول لك سير على حباس يعني مستحيل انتم تدقوا على هادشي اللي كنهضر ما يمكنش انا ما بغيتش نعرف على كيفاش انا حتى اللي قاتل حتى اللي قاتل بالنسبه لي غادي للحبس كيضرني خاطري باسكو جو سي اشنو معنى ديال الحبس اللي قاتل يقدر ما يبقاش